ممكن تعطينا فكرة عن اليوم تواجدك في الأمم المتحدة من خلال World Human، أعطينا فكرة عن هذه السلسلة، إيه وصلكم إلى هنا، ما هي الفكرة حتى تصلون إلى الأمم المتحدة تخاطبون فيها العالم كله؟ نعم، يعني لكم هو شيء يعني جميل أنه أتواجد اليوم في مقر الأمم المتحدة، أيضا بصفتي سفير الأونروا الإقليمي للشباب. اليوم هو يوم كتير مهم، يوم التضامن مع الإنسانية ويوم للعمل الإنساني. جميل اليوم أنه إحنا نحكي عن التضامن العالمي مع الإنسانية ومع مؤسسات دعم الإنسانية ودعم اللاجئين، خلينا نحكي الفلسطينيين والسوريين أيضا. اليوم الحديث بيكون عن موضوع مهم، رح نتحدث كتير عن موضوع العمل الإنساني بالنسبة للمؤسسات الدولية، مؤسسات الأمم المتحدة، واللي هي منها اللي هي مؤسسة الأونروا اللي أنا سفير إلها لدعم الشباب ودعم اللاجئين ودعم هذه المؤسسات من قبل الدول الأعضاء، حتى تقوم مؤسسات الأمم المتحدة بدعم اللاجئين والمظلومين والمكلومين في هذا اليوم.